يلا تشرب ايه؟ لسه شارب. لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده، تعالى بس. يلا انا عازماك. افتح تليفونك بقى يا يوسف، ارجوك افتح. صباح الخير، عاملة ايه؟ يلا قومي هنمشي. مش هتصعبي على حد على فكرة، وقعدتك في المستشفى مش هتفيدك بحاجة. تعبانة زعلانة اللي حصل ده مأثر فيكي، أنا معاكي، لكن قعدتك في المستشفى مش هتفيدك بحاجة. مش هيجيلك زي الأفلام بتاعت أيام زمان ويقولك أنا آسف غلطت، مقدرش أستغنى عنك. قومي والبسي وانزلي وروحي وارجعي شغلك، اعملي كل حاجة صح، اثبتيلي إنك كنتي بتحبيه بجد. وبعد كده بقى رجع مرجعش، أو تبقي عملتي اللي عليك. من غير بس، انا هقول لك كلمتين محدش غيري هيسمعهم لك. المسكنه والضعف والبكا مش سلاح، الحقيقه هي اللي سلاح. وانت غلطتي، كلنا قلنا لك انك غلطتي. حطي نفسك مكانه كده، تخيلي لو عرفت ان هو استغل حد عشان يعرف يوصل لك، ولا انه عايز ياخدك عشان انت عندك فلوس، كنت هتبقي مبسوطه؟ بلاش نبص لنفسنا وبس، زي ما بنقول ان الرجاله وحشه وبتظلم وبنعاتبهم، لازم احنا كمان نعاتب نفسنا. لازم نشوف احنا بنعمل ايه غلط. يلا نادي، انا حبيته فعلا، انا ما ضحكتش عليه. وهو كمان حب، وإلا ما كانش اتصدم كده. طب اعمل ايه؟ افهمه ازاي اني بحبه بجد؟ افهمه ازاي اللي عملته ده انه مش معناه اني بني ادمه مش كويسه؟ والله يا حيف صدقيني. يلا بقى. ان شاء الله حضرتك هتنبسط جدا من التعامل معانا. شكرا. شرفت. هتعمل ايه؟ هروح، تعبان شويه بس. هتروح؟ وسامي؟ انا رحت لسامي وهو ما رضيش يقابلني. تروح له مره ومليون كمان. هو سامي ده اي حد؟ ولا عشان قال لك مره بره تخرج وتزعل وتقول مش عايزه اروح له؟ انت تنزل من هنا على سامي، وانا كمان هاجي معاك. اروح اقول له ايه؟ تروح تقول له ان اللي عمله ده جنان، وانه لازم يفوق شويه ويفكر صح. لا مش خليها بكره. تفتكر لو انت اللي تعبان وهو في ايده انه يبقى معاك، تفتكر كان اجلها؟ لا. وحتى لو هو كان ممكن ياجلها، انت ما تعملش كده. انت كنت فين من زمان؟ كنت موجوده، بس انت بقى اللي ما كنتش واخد بالك. نعمل ايه بقى؟ هو أنا ينفع أقولك إن أنا أحبك؟ عادي، قالوها لي كتير قبل كده، بس أنا ما بصدقش حد بسهولة. بحبك. شكلك بتتكلم جد.
الو. انا مش هقولك غير اني زعلان منك، انك وحشتيني جدا، واني مش عايز منك اي حاجه غير ان احنا نتقابل نتكلم نشوف ممكن نعمل ايه. قلتي ايه؟ احنا مش هنتقابل تاني يا حسين، ولو عايز تشوفني لازم تروح تطلبني من اهلي. ايوه بس مفيش بس. لو ما عملتش كده انسى ان في اي حاجه بينا. باي. وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي يا حسين؟ مش عارف، هروح اقول لامي. وانت بتحبها بقى عمل محتار ولا لا؟ وانا كل شويه اقعد احكي في المحكي معاك؟ انا قلت لك 100,000 مره قبل كده اني بحبها يا اخي. بص يا حسين، عايز رايي؟ روح واخلص من الموضوع ده، وانت عاجلا ام اجلا هتخلصه، وبيني وبينك هي عندها حق. ايوه يا ابني، روح اقول لهم ايه؟ روح اقول لهم ان انا بشتغل شغلانه بتجيب ملاليم، ما هو اي اب في العالم هيرفضني. يا عم قول اللي تقوله، وبعدين هي فعلا لو متمسكه بيك هتخليهم يقولوا اه، وبعدين يعني انا سامع اللي حالتها متريشه، يعني لو ربنا كرمك الدنيا هتروق وتحلى يا سحس. الدنيا هتروق وتحلى يا سحس؟ هتروق وتحلى والله، تبقى زي الفل اقسم بالله. مروح حلف ومروح. انا بقى ما اتجوزتش، يعني زي ما بيقولوا كده عنست رسمي. يا بنتي عنست ايه؟ انت مجنونه، انت صغيره وبعدين زي القمر ما شاء الله عليكي. طب ما انا عارفه، وبعدين الحكايه دي مش في دماغي اساسا. بصي يا يوسف، انا ما اتجوزتش عشان ما لقيتش حد قريب مني يفهمني. من الاخر كده ما لقيتش حد احس ان انا ممكن اكمل معاه بقيه حياتي. يعني عايزه تحبي قبل ما تتجوزي صح؟ حب ايه؟ الحب ده حاله كلنا بنتمناها ونفسنا نعيشها، لكن الحب مش كل حاجه. غريبه ان انا اسمع منك الكلام ده. ايه بقى الغريب في اللي انا بقوله؟ انا شايف ان انا بتكلم صح جدا. على كل حال دي وجهات نظر. طب وانت؟ انا ايه؟ ما حبيتش، ما اتجوزتش، ما ارتبطتش؟ لا. بص يا يوسف، انا شايفه ان مساله الجواز والارتباط دي مساله نسبيه بحته. لازم تنزلي تعملي له محضر. انا مش عارفه انت ليه ما قلبتيش الدنيا عليه لغايه دلوقتي. ما تردي علي. عشان فضايح يا ماما. انا اول ما تهجم عليا صرخت، وكان نفسي الناس كلها تنزل تنجدني منه، بس فجاه لقيت نفسي بحبس صوتي. خفت من نفس الناس اللي ما رحمتنيش لما اتطلقت منه من كلامهم. قعدت اقول لنفسي هيفضلوا يسألوا مش ده طليقها؟ جيلي في البيت وتهجم عليها عشان ايه؟ ويا سلام بقى لو طلعت ما قالش الحقيقة وتبلى عليا، وهو أكيد كان هيتبلى عليا. كانت أسئلتهم هتكتر، كلامهم هيكتر، ولو عرفوا بقى كمان إني على علاقة بصاحبه هيقولوا أكيد كنت بخونه معاه. أه كنت عارفة صاحبه، عشان كده طليقي جاي ينتقم مني. كفاية كفاية بقى. كفاية ايه يا ماما؟ كفاية ايه؟ انا تعبت وقرفت وزهقت من الدنيا، تعبت من كلام الناس اللي ما بترحمش، اللي ما وراهاش غير سيرتنا احنا بس. ليه يا ماما؟ مش معنا احنا؟ هو مفيش حد غيرنا؟ مش تعبانة عشان خاطر نفسي بس، تعبانة عشان خاطر دينا ونادية ورباء. اشمعنى احنا اللي بيحصل فينا كده؟ انا تعبت يا امي، تعبت. وانت تعرفها منين؟ صاحبها في الجامعة يا. صاحبها ايه بس يا ولدي؟ أكيد زميلها. لا الحقيقة أنا مش زميلها في الجامعة. يعني إيه؟ شفتها فين؟ عرفتها فين؟ اشرب شايك، ولا أنت معاوز تشرب شاينا ها؟ بالك اللي ما ياكلش من وكلنا ويشرب من شربنا يبقى بيعدينا.
لوحدينا. لا ازاي؟ الحقيقة أنا ما شفتهاش، لا ما أقصد ما اتكلمتش معاها يعني. هو أنا شفتها مع أخت واحد صاحبي وسألتهم عليها، وهم قالوا إن هي بنت كويسة جدا وادوني بياناتها، وعلى فكرة حتى بنتكم ما تعرفش إن أنا جاي يعني النهاردة. ها؟ راجل زين ها؟ سأل على البيت وصاحبتها قالت له كلام زين عنها وأكيد شكرت له فيها، وإلا ما كانش جه لحد هنا عشان يطلبها منينا، صح؟ طبعا. وانت مصدق الكلام ده يا بوي؟ وما صدقوش ليها متولي. ايه اللي يجبر الراجل انه يقطع المسافة دي كلها عشان يجي يتقدم لأهلها؟ إلا إذا كان راجل صح. والراجل يا أخي من حقه انه هو يختار واحدة زينة بنت أصول بنت ناس ويتجوزها. والراجل الجدع الصح هو اللي ينجي أم عياله، مظبوط؟ كلام حضرتك مظبوط. ما قلتليش يعني يا ترى إيه اللي عجبك فيها؟ يعني أكيد في حاجة شدتك لبنتنا. أدبها طبعاً، أدبها. بنت حضرتك بنت مؤدبة جداً. الغدا يا أم العيال، ولا انتوا عايزين الراجل المتولي يقطع المشوار ده كله وما ياخدش وجبه بالكامل؟ لا الحقيقة أنا مش هقدر أتغدى يعني عشان لازم ألحق القطر. قطر؟ قطر إيه؟ مفيش قطرات دلوقتي. ما أنا عارف، أنا هركب قطر الفجر، بس بس أنا يعني هعمل حاجات قبل ما أركب القطر يعني. اسكندراني أنت؟ آه. يعني خابر إن أهل اسكندرية ناس جدعان ودمهم حامي. مظبوط. يعني لا يكذبوا ولا يخدعوا ولا يخافوا، صح؟ أكيد. طيب خلاص بقى، جيب من الآخر، ما تخافش، أديك شربت شاينا وشوية وهتاكل وأكلنا يعني. خلاص أنت بقيت واحد مننا. عشان مش فاهم قصد حضرتك ايه يعني. يا ولدي كنت عايز اعرف بتشتغل ايه، اهلك مين، ناسك مين. طب اسمعني، انا هريحك من كل ده وهجيب لك من الاخر. بنتنا مخطوبه لواد خالتها، واحنا بناتنا ما بتتجوزش حد بره العيله، وانت باين عليك راجل زين وابن أصول. يعني كل اللي مطلوب منك هتخرج من دارنا وتعود بلدك وتنسى خالص بنتنا، والأحسن إنك تعتبرها يا ريت ميتها بالنسبة لك، مفهوم؟ الغدا جاهز يا حاج. لا معلش، أنا هضطر أستأذن. إيه يا أستاذ؟ ماشي كده من غير ما تسلم عليا؟ مش الأصول برضو إنك تسلم على الناس قبل ما تمشي؟ طبعا. مع السلامة. تولي يا أبو، وصل الأستاذ لأول الطريق. لو سمعنا انك جربت منيها ولا تحددت معاها اعرف ان عمرك انت. البت دي لازم ترجع البلد، وتسيبي المخروبة دي. مستني ايه تاني يا جابر؟ انت مصدق الكلام اللي بتقوله ده يا ابوي؟ عشان اقول لك، طلوع البت من بيتنا طلوعها من طوعنا. هي ماشية على حل شعرها. ما تقولش على اختك كده يا متولي. يا ابوي، يا ابوي انت مصدق ان هي عرفته عند واحدة صاحبتها؟ قال ايه؟ عرفها في مكان وعند صاحبتها. جرى ايه يا حاج؟ واحنا مختومين على جفانا ولا ايه؟ اقطع دراعي. ما كانتش بنتك عشقت. جرى لك ايه يا متولي؟ قلت لك ما تقولش على اختك كده. وبعدين رباب زنت البنات، ولا يمكن تعمل حاجة واصل تزعلني. يعني انت مصدقها يا حاج؟
انت عاوز ايه يا جابر؟ رباب لازم تتجوز مجدي النهارده قبل بكره، وتبقى في عصمه راجل ومسؤوله منيه. جرى لكم ايه؟ انا مهملكم ورايح لحالي. فضلها عليا وخلى كلمتها تمشي على كلمتي، وانا الراجل كان بيعايرني ويقول لي ما نافعش في العلام وانها مخها نور، ادي اللي خدناه من العلام. ممكن اتكلم معاكي؟ ولا هتقولي لي انت صغير ومالكش كلام معايا؟ عارفة يا نادية؟ أول مرة اكتشف إن انتي غالية عندي قوي كده يا نادية. ملناش غير بعض. يمكن ساعة ما بابا وماما انفصلوا بتحس إن الدنيا ضيقة قوي، خايف من كل حاجة، خايف من الناس كلها يا نادي، خايف على ماما، خايف عليك يا نادي أولهم. مالك يا أمير؟ أنت إيه اللي موصلك للحالة دي؟ عشان خايف، خايف، خايف ما أكونش قد المسؤولية ولا أقدر أحميكي. لا يا أمير، أنت قد المسؤولية، أنت أحسن أخ في الدنيا، انت فعلا راجل البيت. وانت كمان. وانا ايه؟ انا عيل لا قدرت اتحمل المسؤوليه ولا احميك ولا اجيب لك حقك من الكلب ده. لا يا امير، انا عايزه اقول لك على حاجه. على فكره هو مش غلطان، انا اللي غلطان، انا اللي غلطت عشان كنت خايفه زيك كده بالظبط، خايفة أحب، كنت فاهمة إن الحب ده ضعف، كنت متعقدة وخايفة أحب حد فيعمل فيا زي ما بابا عمل في ماما، كنت فاكرة إن طول ما مصلحتي قبل أي حاجة في الدنيا محدش هيقدر يكسرني. وعلى فكرة سامي قبل ما يعمل اللي هو عمله ويصدمني أنا اللي صدمته بكلامي. انت مش عايل يا امير، انت راجل. تعرف ان انا بخاف منك؟ والله بخاف منك، اما بتزعق وتتنرفز بخاف منك قوي، بس بعمل فيها سبع رجاله عشان اغيظك بس. نعمله ده صح. انا عارف انا بقول لك ايه يا استاذ جمال. برضه يا مجدي كان المفروض هو يكلمني او يبعت حد من طرفه يا اخي يسال عليها. لو ما تكلموش احنا نتكلم يا سيدي، ما فيهاش اي حاجه. مجدي عنده حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. يا رب نكون جينا في الميعاد. تشرفوا. امال الاستاذ سامي فين؟ يا رب يكون هادي كده وباله بجرايك. انا هادي وزي الفل يا استاذ مجدي. الحمد لله يا رب دايما. انا جاي لك مخصوص يا سامي عشان اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط. اسال بنتك. جرايا يا استاذ سامي، عيب. الراجل كبير وفي سن والده وفي طريقه مناسبه للكلام معاه حتى لو الغلط من عندينا. انا اسف. اسال الأنسة نادية. وليه تسال الأنسة نادية؟ اسال استاذة رباب، ما هي صاحبتها واكيد حكى لها كل اللي حصل.
أستاذ سامي حضرتك فاهم نادية غلط، شكلك ما تعرفهاش كويس. هو من ناحية ما أعرفش نادية كويس فواضح إن أنا ما كنتش أعرفها خالص. اسمح لي، أنا هقول كلام غريب شوية بس عاوزك تركز فيه. عمرك شفت واحدة عجبتك وقلت يعني إنك تلفت نظرها؟ ساعتها هيعمل أي حاجة تخليه يحبها. يعني ممكن تلبس لبس أنت مش عاجبك، لكن لمجرد إن هي بتحب الشكل ده واللون ده. ممكن تروح تاكل في مطعم أنت ما بتحبش الأكل فيه، لكن لمجرد إن هي بتاكل في نفس المطعم. ممكن تعمل نفسك أنت بتحب الرياضة أو السينما أو القراية لمجرد إن هي بتحب ده. يبقى ساعتها ضحكت عليها أو خدعتها. أنت فاهم الموضوع غلط يا مجدي. الموضوع مش غلط ولا حاجة يا حاجة. كل الموضوع إن هي بنت، مش من حقها تختار أو تقرر هي عايزة إيه. لكن هو راجل من حقه يختار ويشوف هو إيه اللي بيحبه، ومحدش يقدر يلومه ساعتها. أوزنها أستاذ سامي، نادية لو مش بتحبك مش هتتجوزك، ومجيئة الأستاذ جمال لحد هنا في غرازنا كلنا ومعناها إنه شريك. نادية بتحبك فعلا، مشكلتها بس إن هي بتتكلم قبل ما بتفكر، يعني فاكرة نفسها ذكية وشاطرة وإن محدش ممكن يغلبها، بس هي بتقول كلام مش عارفة معناه. صدق أنا المسؤول عن اللي عملته بنتي نادية. هي كانت خايفة، خايفة تعيش نفس التجربة اللي عاشتها في البيت عندي، خايفة تبقى ضعيفة، خايفة ترتبط بحد يتحكم فيها ويأمرها وبعدين في الآخر يعلقها زي اللي عملته أنا مع والدتها. أنا سألتك وأنت جاوبتني وطمنتني يا أستاذ جمال. وأنا بطمنك أكتر يا مدام زينب، نادية طيبة، وإذا كانت غلطت غلطها عندي. وأنت يا سامي أنا مش هقولك إنك زي ابني، لا أنت ابني فعلا. عموما إحنا عملنا الأصول والقرار قرارك في الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بإذنك. تفضل. اللي حصل ده هو الصح. دلوقتي يجيبوا طلعت ده ويعلموه الادب، يعرفوه ان الله حق. ما هو النوع اللي زي طلعت ده لو ما تلمش وعرف ويقف عند حده يطيح يركب ويدلدل. ما عادتش فارقه على فكره. ايه اللي ما عادتش فارقه؟ انت اتجننتي؟ والله يا دينا ما عادت فارقه خالص. كل حاجه عندي بقت زي بعضها اصلا. ايه المود الوحش ده؟ للدرجه دي بتحبي يوسف؟ طبعا بحبه، بس على قد ما انا كنت مبسوطه وحاسه ان هو احلى حاجه حصلت في حياتي، على قد ما انا دلوقتي شايفاه اصعب حاجه في حياتي. كل ده عشان ما كلمتيش يوم يا مفتريه. طبعا، ازاي يقعد يوم بحاله كده ما يكلمنيش وما يعرفش عني اي حاجه؟ انا بجد مخنوقه وزعلانه منه جدا. انا عايزه احس كده ان انا مش نفسي، اعمل اي حاجه تخرجني بره المود ده. اي حاجه؟ عايزه تسكري؟ اسكر ايه بس؟ حتى لو شربت مش هسكر، وهفضل فايقه كده وفاكره كل حاجه مش هنساها. طب ما تيجي نتجنن. جنان اكتر من اللي احنا فيه ده يا دينا. نتجنن يعني؟ تيجي ننزل الميه. زهقانه منها خلاص. تيجي نروح المنتزه. المنتزه ما تنفعش من غير راجل. صح. تيجي نروح الديسكو؟ بوب تشا تشا تشا. والنبي يا دينا انت فايقه ورايقه، ديسكو ايه بس بمناظرنا دي؟ مناظرنا ده ايه؟ لا احنا نروح ونلبس مستهتر كده وننزل نسوق الاستهتار على الناس ونرقص بقى ونتنطط ونسكر وهيصه. تصدقي قصرتي فيا وصعبتي عليا جدا، نستهتر ايه على الناس بس؟ يا بنت انا عمري ما استهترت. تعالي نلبس منحرف كده وننزل نستهتر، انا عمري ما صيعت. ما تيجي ننزل نصيح. بجد يا دينا انت عمرك ما رحتي ديسكو في حياتك ابدا؟ النبي يا اختي ولا شفته. شفته في التلفزيون وفي السينما. وبعدين قلت لما هتجوز ان شاء الله
ابقى اخد البغل بتاعي ونروح الديسكو ونسهر بقى وكل يوم للصبح وكده. احبطني، حطم كل طموحاتي. طب ده جوزك الاولاني ورؤوف؟ رؤوف ده لولو حبيبي ده. بس عنده مشاكل قد كده، فما فيش نفس بقى ولا اقول له نخرج ولا نسهر ولا نرقص، قاعدين. تصدقي يا بنتي يا ليلى باين علينا نسوان نحس فقر. يعني نسوان نحس وفقر. تيجي ننحرف؟ انا عاوز اعرف انت ليه رحت مع عم جمال مع انك مش ملزم تعمل كده؟ يعني ايه مش فاهم؟ لا انا بس عايز اعرف. عاوز انا اشوف حد محتاج مساعده واقف اتفرج يعني ولا ايه؟ بعدين الاستاذ جمال ما قدرش يتصرف، قلت اعمل خطوه وبعد كده هو يكملها. بس انت ما بتحبش ناديه. انا بعمل اللي المفروض اعمله، ومالي الصالح بقى اعمله علشان خاطر مين ولا لمين؟ اقول لك على حاجه. خير؟ انا مبسوطه قوي انك بقى دخلتي. تتكلمي جد؟ صح. ده عم جابر. سلام عليكم. انت في اسكندريه؟ ايوه في اسكندريه يا حاج. طيب هات رباب وتعالوا تكونوا عندي بكره. خير؟ في حاجه حصلت؟ قفل السكه في وشي، عاوزنا نسافر ضروري وما استناش حتى اساله ليه. يا مري ده انا قافله التليفون من ساعه ما طلعنا من عند سامي، ده كلمني كتير قوي، انا خايفه امي يكون حصل لها حاجه. طمني يا رباب. خير ان شاء الله ما فيش حاجه. طمني. فجأة حسيت ان انا عايز اشوفك. بتعكسني؟ عيب يا ست، عكسك. انا بتكلم بجد. طب ايه يعني؟ شفتني فجأة قررت كده ان انت عاوز تتجوز؟ ايه يوسف؟ في ايه؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ عشان احنا كلنا عارفينك يا يوسف من ايام الجامعة، وعارفين ان يوسف ده يعني شخص دغري. وبعدين انت عمرك ما بتصاحب بنت ولا تعرفها الا لو كان في سبب. وخلاص احنا لا بقى في سكاشن ولا محاضرات، يبقى لو حاجه الوحيده انك عاوز تتجوز. بس الكلام ده مش صح على فكره. امال ايه يعني؟ عاوز تصيع؟ انت بتضايقيني بكلامك ده على فكره. يوسف على فكره انا بتكلم معاك من غير اي حواجز، على اساس ان احنا اصحاب يعني. ما انت بتضايقيني بكلامك، وبعدين انا لو عايز اصيع ولا عط ما كان زماني صعت ولا عطيت من زمان. ما تعرفش. بص بقى انت لو هتزعل انا مش هتكلم خالص على فكره. لا خالص، بس ايه اللي خلاك تقولي كده؟ عشان انت كده يا يوسف. وبعدين هو كده وحش ولا ايه؟ على فكره بقى انت راجل، وارجل من مليون راجل كمان، بيفضلوا يلف حوالين البنات ويعمل نفسه قاهر النساء ومحطم قلوب العذارى. انت كده احسن منهم مليون الف مره. يوسف اقول لك على حاجه، انا كنت بحبك من ايام الجامعه. اه والله، وحاولت كتير يعني ان انا الفت نظرك، بس انت كنت بتنفض لي. ما انت عارفه ندى، انا كنت بشتغل من وانا في ثانوي، فما كنتش فاضي الحاجات دي خالص. هو ده اللي خلاني احبك. ودلوقتي بتكرهيني؟ مفيش حد بيحب حد يوسف بيقدر يكرهه. بس انا ما اكدبش عليك، يعني لو كنت قابلتك من سنه او سنتين كان زماني مسكت فيك بايدي وسناني. بس انا دلوقتي اهم حاجه في حياتي هي شغلي وبس، ومش هيهدى لي بال الا ما اوصل في شغلي اللي انا عاوزاه. ربنا يوفقك. ميرسي. بس انت بقى مش واخد بالك ان انت اتاخرت قوي في موضوع جوازك ده؟ اه طبعا. طب يلا، مش ناوي ولا ايه؟ لما الاقي بنت الحلال هديلي. ماشي يا يوسف، هديلك. طب يلا بقى قوم وصلني لعربيتي، ولا هتخلع؟ انا مش هخلع ولا حاجه، اتفضلي. يلا. شهيصه بقى كده ويهيصوا. بقول لك ايه، تشربي ايه؟ انا عايزه اسكر. وانا هات لنا اكتر حاجه بتسكر هنا. انتي باغيه واحد يكون دمه بارد،
جابت غلطي ما يدويش تلعب عليها العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انت باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انت باغية واحد يكون دمه بارد بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش ما بغاش قلبك كيفيك ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسن ليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانو إلا تحكمتي فيها